السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة تطبيقات الأندرويد. في البداية احنا اتكلمنا كتير قوي عن الـ constraint layout دوت، وقلنا ان احنا مش هنستخدمه خالص في الكورس بتاعنا. لو عاوز استخدمه استخدمه، بس انا بفضل linear layout. اوكي، نديله هنا orientation. في مشكلة في الديزاين باستخدام اللينير layout، وهو نمسح ده كده delete، ان انا لو عملت ديزاين معين وحطيت مثلا linear layout اهوت، سوري، وحطيت ديزاين معين هنا لينير لي اوت، وحطيت فيه باتونز كتيرة او تولز كتيرة، والتولز كترت وعدت الشاشة من تحت، اللي هيحصل ان وانت بتستخدم الديفايس بتاعك هتلاقي فيه تولز مش ظاهرة تحت، ومش هتعرف توصل لها. حتى لو انت عملت سواب كده بالموبايل مش هتعرف توصل لها. يعني مثلا لو حطينا دي واحد اتنين تلاتة، كتير بقى نحط كتير، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، التاجل بقى سيبك من التاجل بعض، ده مش مشكلة كده كده هنشيل كل ده. شوف عملنا كتير اهو، ماشي، التاجل بعض ده بوظ الديزاين بتاعنا. طيب ايه، عملنا كتير اهوت، في تولز. لو نزلت لاخر القايمه ومسكت هنا في تولز تحت، وحتى حطيت لك دي فوقيها، يعني هي مش هتوصل لها خالص مهما عملت. تيجي مثلا نرن كده اهوت، عملنا ران، عاوزين بقى الباتون اللي تحت دي. شوف انت بتحاول سكرول داون، مفيش فايدة خالص، مش هيجي معاك لو انت عملت سويب بالموبايل. لا، انت عاوز تعمل تطبيق زي التطبيقات اللي انت بتشوفها كده اهوت، ان هو في مثلا حاجات كتير وانت بتيجي تحت هنا بتطلع عادي وتشوف زي الفيسبوك كده والحاجات دي. بتيجي تعمل ايه؟ نطلع من دوت، نرمي الحاجات دي كلها كده، ناخد كده بربطة المعلم ديت عشان نبدأ على نظافة. في حاجة اسمها سكرول فيو. السكرول فيو دي تول هم عاملينها عشان خاطر انت لو عايز تبني لاي اوت في فكرة اللي هو السكرولينج داون لفوق ولتحت، تستخدمها عشان ايه؟ يكون في اللي هو أداة زي ديت كده اهوت، اللي بتكون في ال سوري زي الأداة اللي ديت اللي بتكون في المواقع، تستخدمها بإيدك كده اهوت، بحيث تجيب لك الآخر من الأول. يعني زي مثلا الموقع ده كده، شوف في سكرول اهوت، أو بالماوس تنزل لتحت. شوف عشان تجيب حاجة زي كده ماشي في الأبليكيشن بتاعك، محتاج تحط سكرول فيو. في سكرول في هوريزونتال كمان، اللي هو بيتحرك طبعا زي نفس الفكرة، زي ما بيتحرك بالطول هتلاقي فيه بيتحرك بالعرض. اوكي، وهنبدأ نحط هنا السكرول فيو اهو. في بقى جديد بقى اللي هو ايه، بيكريت لك لينير لي اوت لوحده، وده في الفيرجن ديت من يعني فيرجن 2.3.3 بتاعت اللي هي الفيرجن الجديدة. طب في فيرجن دلوقتي 3 فيها كوتلين، بس خلينا في الفيرجن الحديثة. انت ممكن تنزلها دلوقتي من على موقع جوجل اللي هي 2.3.3. هو عامل لك حاجة ظريفة جدا، ان انت ممكن اول ما تحط سكرول فيو ينزل لك لينير فيو جواه. عاوز تمسحه امسحه، يعني انت ممكن تمسحه وتحطه تاني. هو مثلا لقيت شلنا اللينير فيو، بس احنا هنجيبه تاني يعني، لان هو اللي معتمد على الديزاين بتاعنا يعني لينير فيو. فهنا اللينير لي اوت دوت اهو، نحطه جوه السكرول فيو.
ده كده بقى اللينير لي اوت، خليه لا مش هوريزونتال، خليه فيرتيكال برضو ماشي. اللينير لي اوت دوت هنقدر بيه ان احنا نحط كل الباتنز اللي انت عايزها، ولما تسكرول داون اب داون يتحرك معاك. نرجع نحط باتنز تانية نفس الباتون، بس المرة دي في اللينير دوت مش اللينير المينا دي. واحد اتنين كده سوري، وانت تكست وحط باتون جوه باتون تحطها بره، ما علينا شيء خالص. دي نرجع تاني للديزاين بتاعنا، فتحتيها كده اهو، نفس عدد الباتون اللي فات، تباتون على قد ما تقدر. اوكي اهوت كل الباتونز اللي انت عايزها بقى في تحت دلوقتي. شوف شوف شوف، لما بتقف هنا او مش مديهم لك تحت اهوت، اللي هم الباتونز ديت. نيجي نرن بقى الابليكيشن بتاعنا. اوكي شوف دي باتونز، بس انت بقى لو عملت كده تقدر تسكرول داون فيو اب داون زي ما انت عايز. ليه؟ لان انت عندك اللي هو زي ما قلت لك هنا، طبعا بصباعك تجيب فوق وتحت، وده تستخدم اي باتون منهم زي ما انت عايز. زي انت استخدمت السكرول فيو اللي هو دوت تول، دوت تول لذيذة جدا ومهمة جدا 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 جدا. خليكم معايا في الورك شوب ديت، هنكمل فيها. بس انا كنت قلت استخدم السكرول فيو لان كان هنعوزه في الديزاين في الورك شوب ديت، فقلت ان هو لازم نسبق ونشرحه. وهنكمل دلوقتي وان شاء الله المحاضره الجايه هنكمل الورك شوب ديت. ورك شوب مهمه جدا، هنتكلم عن السترينجز فاريبل وكل الخصائص بتاعتها احنا هنقولها فيها، وده مهم جدا 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 جدا. وهيكون في جافا كتير في الكود، فركزوا معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.